هذا وقام مساء أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني عبد القادر قارابو هدبة ووالي العاصمة عبد القادر زوخ، قام بمستشفى مصطفى باشا بتفقد حال المصابين إثر أعمال العنف والتخريب التي أعقبت المسيرات السلمية التي شهدتها العاصمة أمس. وبالمستشفى المركزي للأمن الوطني لجليسين اطمأن بدوي أيضا على الحالة الصحية لأفراد الشرطة الذين أصيبوا خلال هذه الأحداث وظروف التكفل بهم، حيث نوه بجهود الأطقم الطبية وتجندها لإسعاف وعلاج المصابين. وزير الداخلية تقدم بالمناسبة بتعازيه الخالصة لعائلة الضحية الذي قضى خلال هذه الأحداث، مؤكدا أن التحقيقات متواصلة لتحديد أسباب الوفاة. في هذه المناسبة الأليمة جينا نشوف ظروف الوفاة تاع المواطن حسن بن خدة، وربي يرحمه ويوسع عليه، ونتقدم بتعازينا الخالصة لأهله وذويه، ونقول بأن التحقيقات الطبية الشرعية هي من سوف توضح أسباب الوفاة. جئنا كذلك للاطلاع ومعاينة وزيارة الجرحى، فيه مجروح من قوة الأمن وفيه مجروح كذلك من المواطنين الذين شاركوا في هذه المسيرة، ونتمنى لهم إن شاء الله الشفاء العاجل. واغتنمت هذه المناسبة لأتقدم بتحياتي العائلة الطبية الوطنية على وقوفها وعلى حضورها في هذه الظروف، وكذلك سوف تكون لي فرصة لزيارة جرحى الأمن الوطني في مستشفى لاجليسين، ومناسبة كذلك لأتقدم بتحياتي على الاحترافية في التعامل في هذه المسيرات التي كانت سلمية، وأحيي كل المواطنين الذين عبروا في هذه الجزائر، جزائر القيم وجزائر الدستور بحرية التعبير وحرية الرأي وحرية المسير. ولكن للأسف في نهاية هذه المسيرة، خاصة على مستوى الجزائر العاصمة، حاول البعض مس الأملاك العمومية والأملاك الخاصة، وعلى هذا الأساس لقوانين الجمهورية تفرض علينا باش نتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأفراد والممتلكات، ونحيي مرة أخرى العمل والاحترافية اللي قاموا بها في هذا الظرف، خاصة في نهاية هذه المسيرات أفراد وأعوان وقيادة الأمن الوطني. عندنا بطبيعة الحال جرحى بينهم رجال شرطة، وكذلك هذا مستشفى الأمن الوطني يستقبل كذلك مواطنين، لأننا احنا ما نفرقوش بين الجزائريين، أي شخص ما نفرقوش. الحمد لله دونك فيه تكفل جيد وعناية جيدة، وهما كما شفتوا شباب ملتزمين وعازمين كذلك للعودة سريعا إلى الخدمة إن شاء الله. والأحداث هذه الإصابات اللي صارت في نهاية هذا اليوم على مستوى تقريبا فندق جورج الخامس، وكانت مجموعة يعني شرسة من عناصر يعني فيهم معتادي الإجرام وفيهم ناس واحد آخرين، ولكن كانت تصدي لهم قوي يعني ومتناسب مع مستوى الاعتداء. لقينا القبض على العديد من الأشخاص،
وبطبيعة الحال التهمة تاعهم ثابتة بأدلة دامغة وسيحالون أمام القضاء. بطبيعة الحال سنطبق القانون وسنحمي يعني الأشخاص والممتلكات بكل صرامة، يعني ما يكونش هذا مثل هذا يعني ما تجاوزات ما سرق. أنا نغتنم هذه الفرصة يعني باش المواطنين يتحلوا كذلك باليقظة، في خاصة للتصدي لمثل هذه الممارسات.